اهلا بحضراتكم مره تانية. خليني سريعا اروح لمحمود شاكر المحلل الرياضي عشان نتكلم معاه في الجانب الاوروبي تحديدا وبعض الدوريات الاوروبيه المهمه وابرزهم طبعا الدوري الانجليزي، وهو واحد من المحللين الشاطرين جدا. يا محمود اهلا بيك. اهلا بيك يا امير، واكيد مساء الفل عليك ومساء الفل على جميع مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل حته وفي كل مكان. اهلا بيك يا محمود. خلينا ندخل معاك في القصه على طول من الاول، وتقييمك لبدايه وانطلاقه الدوري الانجليزي خصوصا في ظل تعثر ليفربول المرشح الابرز مع مانشستر سيتي طبعا للفوز بالدوري، فبتشوف الانطلاقه ازاي من وجهه نظرك؟ طبعا يا امير، في سمه جديده السنه دي في الدوري الانجليزي، وهي ان مباريات اول 3 4 جولات كنا دايما بنشوف ان الفرق بتاعت التوب 4 او التوب 5 زي مانشستر سيتي وزي توتنهام وزي ليفربول وزي تشيلسي وزي مانشستر يونايتد او ارسنال كلهم بيقدروا ياخدوا العلامه الكامله في اول الاسابيع، ولكن واضح جدا 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 مدى قوه والمنافسه اللي هتكون موجوده على في الدوري الانجليزي السنه دي. بنشوف ان السيتي بيتاثر بشكل كبير جدا في تعادله مع نيوكاسل امبارح وبيفقد نقطتين في اول 9 نقط في المقدمه. مفيش يا امير فريق غير ارسنال بس هو اللي قدر يحصل على العلامه الكامله 9 نقط. تشيلسي امبارح بيتغلب 3-0 من ليدز في مفاجاه كبيره جدا جدا جدا، وزي ما قلنا قبل كده عن انطلاقه ليفربول ما كانتش افضل حاجه، المباراه اللي تعادلوا بيها الجوله الثانيه. ومانشستر يونايتد طبعا حدث ولا حرج عن سوء المستوى وسوء الاداء اللي كان موجود في اول مباراتين، واول مره من 100 سنه ان مانشستر يونايتد ما يقدرش يحصل على لسه معانا محمود ولا؟ ولا نقطة في أول أيوه جولتين سامعك يا محمود، اتفضل اتفضل معاك يا أمير. معاك اتفضل. طيب بخصوص المنافسة، هل تتضح من دلوقتي؟ ما أعتقدش إن هي تتضح، لكن في نفس الوقت عايز أتكلم في حتة إيه، في حتة بداية ليفربول في الدوري، هل البداية دي ممكن تأثر عليه في المنافسة يعني فيما هو قادم من مباريات على البطولة يعني؟ لا ما اعتقدش يا امير، هو لسه بدري بشكل كبير جدا على باقي الجولات، ولسه احنا بنتكلم في 38 اسبوع اتلعب منهم 3 اسابيع فقط متبقي 35 اسبوع، ولسه طبعا زي ما عارفين كلنا ان الفرق الكبيره التوب 4 او التوب 5 لما بيلعبوا بعض بيعطلوا بعض بشكل كبير جدا وبيأثروا على بعض بشكل كبير جدا. انا شايف ان ليفربول متاثر شويه برحيل ساديو ماني. ساديو ماني كان دايما لما بيكون موجود ومحمد صلاح موجود اي لاعب فيهم او اي حد من الاثنين اللعيبه بيبقى اوت اوف فورم، بنلاقي على طول الثاني بيقدر يكون موجود ويقدر يشيل ليفربول. لويس دياز لعيب كويس جدا في الجانب الايسر، ولكن طبعا مانيه امير كلنا عارفين مدى قوته ومدى سرعته ومدى تاثيره بشكل كبير جدا. ليفربول لسه جاي بشكل كبير، ولكن انا شايف ان المشكله دايما عند ليفربول هي مشكله في خط نص الملعب. لو ما عندوش اللعيب اللي يقدر يدور الكوره باستثناء تياجو الكانتارا، فبتشوف لما تياجو الكانتارا بيتصاب ده بيأثر بشكل كبير جدا، لان بتشوف البديل اللي بينزل منه بتلاقي مثلا يا ميلنر او بتلاقي نبي كايتا حتى برضه بيتخش من بعيد لبعيد، فتياجو الكانتارا بيأثر بشكل كبير جدا. كنت شايف ان ليفربول كان مهم في انتدابات السنه دي ان هو يحصل على لعيب وسط ملعب يقدر يقوم بدور صناعه اللعب. زائد حاجه ثانيه، الفرصه لسه قائمه بالظبط. زائد حاجه ثانيه، عدم تثبيت المساك الثاني او الستوبر الثاني اللي بيلعب جنب فان دايك. بنشوف ان فان دايك على طول بيكون بيتغير عليه ناس كتير، او مره كوناتي مره ماتب، ولكن ده طبعا بناء على الاصابات اللي بيتاثر بيها ليفربول بشكل كبير جدا. وهنشوف النهارده عاوزين نعرف مين اللي هيبتدي جنب فان دايك في مباراه مانشستر يونايتد ان شاء الله. طيب الساعه 9 اسئله محدده وانا بختم معاك يا محمود. هل ارسنال هيستمر بالشكل اللي ابتدى عليه في بطوله الدوري؟ السؤال الثاني، تشيلسي هل هيقدر يخرج من يعني الإخفاق الأخير أو التعثر الأخير قدام ليدز بنتيجة كبيرة 3-0؟ وتوتنهام بتشوف هل ممكن هم ينافسوا على التوب 4 السنة دي مع باقي الأندية ولا لا؟ أرسنال أول حاجة أمير، أرسنال بيقدم منظومة كروية جميلة جدا مع أرتيتا. كنا بنقول إن المدرب ده ناقصه بس القماشة بتاعته تبقى أفضل شوية. شفنا 3 انتدابات فرقوا مع الراجل بشكل كبير جدا جدا، يمكن أبرزهم طبعا زينشينكو وخيسوس. خيسوس وزينشينكو اللي ما كانوش بيلعبوا في منظومة بيب جوارديولا أساسيين، بنشوفهم بيتألقوا بشكل كبير جدا مع أرسنال، وتألق كبير جدا من مارتينيلي، وبنشوف ساكا، وبنشوف طبعا أنا بقى كنت بقول
على الثلاث لعيبه زينشينكو وعلى خيسوس. عاوز اقف كتير قوي عند صليبا المدافع الهايل يا امير اللي ممتاز. موجود عند ارسنال بقى لنا كتير جدا ما شفناش مدافع بالقيمه وبالكواليتي دي عند ارسنال في الخط الخلفي. هو مدافع واخد احسن مدافع في الدوري الفرنسي السنه اللي فاتت ورايح لهم اعاره، فاعتقد ان صليبا هيفرق بشكل كبير جدا. سالتني على تشيلسي الفرقه تقدر تقول مشوا ناس كتيره جدا منها، والانتدابات اللي اتعملت مش الانتدابات اللي ممكن تخلي تشيلسي ينافس بقوه كبيره على الدوري الانجليزي مع ليفربول والسيتي، ولو اني كنت شايف ان هم بادئين كويس، ولكن الخط الامامي مفيش غير هافرتس بعد ما مشوا لوكاكو وبعد ما فيرنر مشي، مفيش غير هافرتس. هافرتس مش اللعيب اللي يقدر يشيل تشيلسي لوحده، عشان كده بيجيبوا اوباميانج. بالظبط كده بيحاولوا يخلصوا في اوباميانج. سالتني على توتنهام، توتنهام مع كونتي انا شايف انه عمل انتدابات كتيره جدا. لسه ما لعبش، يا دوبك اول مباراه يلعب فيها بيرزيتش كان المباراه اللي فاتت، عمل انتدابات جاب بيسوما من برايتون، بس بيسوما لسه ما لعبتش. ريتشاردسون بنشوفه من وقت للتاني، ولكن توتنهام مع كونتي هيخلص اعتقد من التوب فور، وهيبقى المعركه في رقم اربعه هتكون ما بين تشيلسي وتوتنهام وارسنال. بسرعه في كلمه واحده، مكابتن مين في الفانتزي؟ كابتن للاسف كابتن هالاند جاب لي 12 جول. يلا هارد لك يا حمد، هارد لك صلاح. نتمنى له يجيب جول النهارده عشان الناس كلها مكابتنه صلاح، بس جول كفايه صلاح يعني، كفايه عشان مانشستر يونايتد برضه ان شاء الله. تمام ماشي يا حمد، بشكرك شكرا جزيلا. يعني المحلل الرياضي المميز محمود شاكر اتكلم معانا في الدوريات الاوروبيه وبتحديد الدوري الانجليزي بشكل مفصل. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده بنفس البرنامج. الى اللقاء.